وجه سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل دعوة لأصحاب العمل للالتزام بتطبيق قرار رقم ثلاثة لسنة 2013 بشأن حظر العمل وقت الظهيرة في الأماكن المكشوفة ما بين الساعة الثانية عشر ظهرا والرابعة عصرا خلال شهري يوليو وأغسطس وذلك ابتداء من يوم غد الجمعة الأول من يوليو الذي تطبقه مملكة البحرين سنويا بهدف تعزيز حماية العمال من الأمراض والإصابات المهنية في هذه الفترة التي تشهد فيها البلاد ارتفاعا في درجات الحرارة وزيادة في نسبة الرطوبة. وياتي هذا حفاظا على سلامة وصحة العمال واتخاذ كافة الاجراءات التنظيمية بما في ذلك الاستفادة من اعادة جدولة ساعات العمل بما لا يؤثر على سير انجاز اعمالهم. لافتا الى ما يحمله القرار من ابعاد انسانيه واقتصاديه وما يشتمل عليه من جوانب ايجابيه من خلال اعاده جدوله ساعات العمل لتحسين مستويات الانتاج أكد حميدان على أهمية تطبيق مبادئ واشتراطات السلامة المهنية تعزيزا لبيئة العمل المنتجة والآمنة والخالية من الحوادث المهنية، مشيرا إلى أن فرق تفتيش السلامة المهنية بالوزارة ستباشر حملتها الرقابية الميدانية مع سريان تطبيق القرار وذلك للتأكد من التزام المنشآت به.